طيب هناخد ان شاء الله الديليت، هنتكلم ازاي نحذف دوكيمنت او نحذف مجموعه من الدوكيمنت. فاول حاجه عندنا هنستخدمها اللي هي ديليت 1، فهقول له ان احنا نستخدم الديليت ديليت 1 دوكيمنت ديليت 1 دوكيمنت كده فايل كونكت عايزينه كلام ايه الدي بي ماشي، الفلتر مش عايزينه ولا السورت ولا الكلام ده كله ماشي ماشي. كوليكشن امبلوي فايند او تقول لا مش هنستخدم فايند المره دي، هنستخدم ديليت 1. فاقول له ديليت، قال لي ديليت 1 وديليت من، قلت له ديليت 1 ديليت 1 وبعمل هنا ايه فلتر على الحذف، يعني عايز تحذف ايه ولا هيحذف الكل خلاص، مش المفروض يحذف الكل، هيحذف حاجه معينه ماشي. سيبك بقى من السورت والليمت. طيب هل في دوت اري؟ ما اري ايه ده، هو اصلا داتا واحده. قلت له خلاص ماشي، يبقى كده الفلتر كوما واللي ايه والكول والكول باك. الفانكشن بتاعت الكول باك الايرور والريزلت اللي هترجع لي او الاوبجكت اللي هيرجع لي يعني. خلاص هعمل ايه لو ايرور؟ خلاص هقول له ايرور، هنا مش هعمل لوب ولا اي كلام من ده، انا بس كل اللي انا محتاجه ان انا هطبع هطبع اقول له ببساطه 1 دوكيمنت ديليتد وخلاص. لكن لو عايز اطبع في الكونسول في اللوج بتاعه هطبع لك الريزلت عشان تشوف نتيجه الحاجه اللي اتحذفت دي ايه، وبعد كده كونكشن دوت كلوز وايه ونعمل اند وخلاص عشان نجرب اللي يعني الحذف. الفلتر بتاعي بقى اللي انا هحذف بيه ايه هو؟ var هعمل فلتر واحط بقى الايه الكونديشن اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا بتاعت الكويري اللي احنا اتعلمناها العاديه جدا. يعني نعمل كده ونقول له مثلا سي مثلا لو كانت الجوب ايكوال بروجرامر، فكده معناها احذف لو كان هو بروجرامر. لو رجعنا كده بصينا في المونجو عندنا البروجرامر عندنا هو الوحيد اسلام. خلاص عملنا ريفريش هو الوحيد اسلام ماشي، المفروض اسلام يتحذف بعد العمليه دي. طب لو كان في اكتر من واحد بروجرامر في ديليت 1، هي اول بروجرامر هو اللي هيتحذف بس في موضوع ديليت 1، اول بروجرامر بس هو اللي ايه هو اللي هيتحذف. تعالى ايه ترسي كده ترسي كده ونرن مين الفايل اسمه ديليت 1 دوكيمنت و ارن. اللي حصل معرفش، هو جاب لي اسلام بروجرامر 9000 معرفش، اكيد هو في حاجه حصلت مش مظبوطه. هو ما ردش عليه عادي يعني، بالنسبة له الدنيا بيس يعني مش عارف. واحنا عملنا ايه؟ احنا قلنا له ديليت 1 دوكيمنت ديليت ران. هو بيقول هنا طبعا ان بيقول له خد بالك ان انت عامل اليو ار ال بتاع الكونكشن بشكل اللي هو القديم اللي هو بتديني اليو ار ال ودوت، يا ريت تغيره. قلت له ماشي مش قضيتني دلوقتي، لكن هو دلوقتي ما ردش عليا. ماشي نرجع هنا كده اسلام موجود كل حاجه موجوده. هنا ما بعتش البيانات ولا ايه؟ فلتر ديليت 1 وبعت له ليه؟ وبعت له الفلتر عادي، يعني بعت له الحاجه اللي انا عايز ايه احذفها. والفانكشن ايرور والريزلت، ولا هو تبع ريزلت ولا تبع ايرور ولا تبع ال1 دوكيمنت ايه ديليتد ولا اي شيء، ولا ايرور ولا 1 ايرور. ده مش هينفع ديليت 1 دوكيمنت مظبوطه ولا ايه؟ ونروح هنا كنترول في 5 عشان نجيب من الاول خالص، اعمل ريفريش وزي الفل. ولا هو هنا سايبين في الفايل، سايبين الفايل كل حاجه، الفايل ما كانش متسايب. جست سيف
تاني. اه صح، ما كنتش مسألي، بس قال لي وان دوكمنت ديليتد، وعمل لي ايه ورمالي الريس اهو مليان حاجات كتير جدا. كان يهمني الديليتد كاونت بس، ايه ديليت يهمني؟ كام ريكورد اتحذف يعني، ده بالنسبة لي ده مهم. ماشي طيب، ده كان بالنسبة لنا ان انا احذف يعني وان ريكورد، ان انا احذف وان ريكورد. الريزلت ده زي ما احنا شفنا كده، طبعا اقدر اقول ديليتد كاونت اللي هي اللي هو الاوبشن الاخير ده، ديليتد كاونت، فيجيب لي عدد الايه، عدد الحاجات اللي اتحذفت، عدد الحاجات اللي ايه اللي اتحذفت. لكن خلينا ان ايه نشوف، لو احنا عايزين نعمل بقى ايه ديليتد ميني، يعني عايزين نعمل ديليت ميني دوكيمنتس، نحذف ميني دوكيمنتس كده ونعمل الفايل بتاعنا عشان نقدر نحذف بيه مجموعة كبيرة من الدوكيمنتس مع بعضها. كل الفكرة ايه؟ ولا حاجة، هنجي بس عند ديليت 1 هنخليها ديليت ايه؟ ميني. طيب الفلتر اللي جاي لك زي ما هو، اشتغل على الفلتر اللي انت عايزه، بس في الحالة دي هيطبع، هيحذف كتير، هيحذف ايه؟ ميني روز. فلو مثلا هقول له احنا اهو اتاكدنا ان انه حذف فعلا، كان حذف اهو. ماشي طيب، فمثلا لو قلت له احذف كل الديفلوبرز، هيحذف لي الثلاثه، او احذف كل السالري، احذف كل اي حاجه. مثلا هنا السالري 6، قلت له ماشي خليه 7000 مثلا وخلاص، وقلت له ابديت، فكده بقى عندي 2 7000. فانا اقول له احذف السالري بتاعه 7000 مثلا يعني. ففي الفلتر هقول له سالري 7000، خلاص ديليت ميني، اي حد يقابلك ب 7000 طيره. وهنا هقول له ايه، كام دوكيومنتس ديليتد اهو، بس مش هقول له 1، هقول له ايه، هقول له عارف الار اس الريزلت اللي جايه لك، عايزك تجيب منها عدد الحاجات اللي هي اتحذفت يعني. المفروض الار اس ده جواه ريزلت، شايفين جواه حاجه اسمها ريزلت، بيجيب لي كام واحد اوكي والان ومش عارف ايه. الان دي بتجيب لي عدد السجلات اللي هو يشتغل عليها يعني. لو قلت له ان كده هيجيب لي عدد الايه، السجلات المفروض اللي هو يشتغل عليها اللي هي اتحذفت تعتبر بالنسبه لي. وهطبع الريس كله او ريس دوت ريزلت عشان اوريها لكم الريزلت ذات نفسها، وكونكشن كلوز ومش عارف ايه وكلام زي كده. ماشي تعالى نعمل كنترول سي، تعالى نرن ديليت ميني دوكيمنتس، ورن السيرفر بتاعنا، قال لي تو دوكيمنتس ديليتد. قلت له اروح اشوف بعناية، سايب له امبلي، قال لي كله اتحذف، ما بقاش غير ايه، غير عادي احنا سيبناه بس عشان ايه، هو غلبان نعمل له ابديت يعني، يعني احنا عايزين نصفر لنا هنعمل ابديت ازاي، نعمل ابديت على الداتا، فمحتاجين نعمل ابديت، وممكن امسحه لكم عادي مفيش مشكله.